بيوك فالي دهان. هذا بي شغله العين الزرقاء اللي هي هاي اللي على اساس مال حسد، فهي معناها عين الشيطان. اسطنبول مو مثل قبل، وكو شغلات لا تقليد بالاف الدولارات. شوفوا اشكالهن. السلام عليكم ورحمه الله اصدقائي واحبائي من كل مكان. اليوم جولتنا منطقه بايزيد بالجراند بازار. راح ننزل السوق محمود باشا، وبقوي انا بهاي الجوله كلش حلوه وراح تعجبكم. بالنسبه للي يريد ملابس او شغلات تقليديه كلها راح تكون موجوده هنا. يلا خلينا نبدا الجوله. نبدا جولتنا من ميدان بايزيد بالقرب من محطه التراموي اللي هو هذا هو الميدان. هذا الفرع اللي امامي بالضبط هو اللي يؤدي الى الجراند بازار، واللي اذا نكمل بيه نوصل سوق محمود باشا الملابس. يلا خلينا ندخل الجراند بازار ناخذ جوله نشوف الاجواء شلونها. طبعا للي ما يعرف وما جاي قبل اسطنبول، الجراند بازار هو واحد من اهم الاسواق العريقه والقديمه في اسطنبول. كلها بضائع تقليديه وملابس مقلده اكثرها نسائيه، حقائب نسائيه واحذيه وما الى ذلك. طبعا منطقه الجراند بازار او بايزيد تابعه لبلديه الفاتح بالجانب الاوروبي من مدينه اسطنبول. هذا هو الجراند بازار، هذا احدى البوابات مالته، بوابه رقم 7 اللي هي بوابه بايزيد. وهذا الشارع كله ملابس مقلده واحذيه وما الى ذلك. فتعالوا ندخل وناخذ جوله بالجراند بازار. هو هذا الجراند بازار او السوق المسقوف او الكبال تشارشه مثل ما يسموه بالتركي. ما شاء الله اليوم مزدحم جدا. هو شو وقت بتجي مزدحم بهالطريقة؟ طبعا الجراند بازار يكون يوم الاحد مغلق. شوفوا هاي الشغلات الانتيكة. مثل هالامور بيه. انا طبعا من محبين هالامور هاي. هذا الشمعدان اليهودي يمكن. هذا ايش قد بيه؟ 9. ما ادري هو الشمعدان اليهودي ايش قد بيه؟ اللي عنده معلومه يكتب لنا. مريم العذراء. طبعا صاغ الذهب ايضا همينه موجوده محلاتهم. وطبعا هل قد ما هو كبير التي في، يعني فعلا يتهيئ هذا السوق. شوف هاي الثريات ايش قد حلوه تقليديه مالتهم. هاي الحقائب النسائيه التقليد، طبعا اكو درجات فيها، اكو يعني شغلات عادية جدا رخيصة، شغلات 100 و200 و300 ليرة، وكو شغلات لا تقليد بآلاف الدولارات، لأنه الأصلية مالتها تلقاها سعرها 20,000 دولار. فهو أقل شيء إذا يريد يبيع لك إياها أنا مثلا إذا كانت مقلديها من جلد التمساح أو ما إلى ذلك، بالقليل يكون السعر يعني 5. أنا مرة شفت واحد يبيع جلطة هي مقلدة تقليد 5,000 دولار. هو المحل موجود هنا هذا السوق. تعالوا ندخل من الأزقة الداخلية شوية الزحمة أقل. شوفوا كلهم بهالشكل هذا.
مثل هاي الشغلات، هاي هيك حقائب تقليدية وما إلى ذلك. هاي همين تقليد. ما محلات ساعات همين أكيد تقليد لأنه مستحيل رولكس تلقاها هنا. هاي شالات ما إلى ذلك همينة. شوفوا يعني مثلا هسه هاي الحقائب النسائية جودتها مو مثل اللي شفناها بالبداية، أو مو مثل هاي. أحذية، ساعات رجالية، نظارات، كلها تقليد. هاي استكانات الشاي مالتهم الحلوة. يبدعون بيها صدق إبداع. هاي همين بهالشكل هذا، شغلات حلوة والله. ما شاء الله، شوفوا شوفوا يعني من ما تدير وجهك اكو شوارع وافرع. هذا حلو. هذا الوراية هندي من لهجته تذكرني بالأفلام. أولد بازار أنتيك ماركت. لا هسه جماعة لبنانيات ذكروني بالمسلسلات. طبعا شوفوا هنا العين الزرقاء اللي هي هاي اللي على اساس مال حسد، ويعني شغله جزء من الثقافه التركيه عندهم اعتزاز بها جدا. بس طبعا هنا اذا ترجع للروايات والقصص فهي معناها عين الشيطان وليس الخرافات مال انه ضد الحسد وما الى ذلك. تفرجت افلام قديمه مالتهم على اساس انه هذه هي عين الشيطان، يعني عندهم افلام رعب بخصوص هالموضوع اللي حاولين يوصلون قصص من تراثهم عبر هاي الافلام على برنامج نتفليكس. هذا يمكن جديد، انا ما دخلنا قبل. الله شوف هالبايب، شوفوا اشكالهم. يعني هالجراند بازار كل ما تدخل له كل ما تكتشف فيه شغلات اكثر. هذا الاولد بازار ما دخل به قبل انا. شوفوا هاي الشغلات، هاي صغيره شوفوا قد راس الاصبع. ما واضح الصورة من وراء انعكاس الزجاجة. سباي كاميراز، هاي مال قبل كاميرات مال شو اسمه السباي اللي هو جاسوس. اكسسوارات كل الضياع سباح.
حلو والله هذا الأولد بازار جديد اللي يسأل على السبح الأصلية، وهاي للأسف ما أعرف أماكنها وما أعرف الأصلي من المو أصلي. من جماعة الفضة تعالوا نغير محلات ساعة تقليد رولكس، وهاي جماعتها بريتلينج الجراند بازار يراد له تصوير لمدة أسبوع كامل بدون توقف حتى يخلص. أما إذا دخلت محلات يبوه ما نخلص. قعدات القهاوي هنا شقد حلوة. جراند بازار يذكرني بالمغرب مراكش، بس هو يعني مراكش مدينة مراكش ما بها شيء مثل الجراند بازار، بس ما أدري ليش من أدخل بهالمكان أتذكر مدينة مراكش بالمغرب. جميلة جدا، روعة روعة روعة. إن شاء الله مستقبلا قم ناخذ جولات عبر الدول ونروح لها في يوم، وأنا لازم لابد وأنا أروح هناك يوم من الأيام. بس همتكم وياي، تعليقاتكم لايكاتكم مع العلم راح ان شاء الله جماعة اليوتيوب المتابعين التفاعل مو قوي، الفيسبوك صاير كلش اقوى كلش اقوى الفيسبوك ما شاء الله، واتمنى منكم الدعم والمزيد. يعني هاي السبائك الذهب هاي شقد ال 100 جرام ال 100. يلا خلنا نكتفي بهالجولة بالجراند بازار ونروح إلى سوق الملابس محمود باشا. يلا طلعت من إحدى بوابات الجراند بازار قاعد أتوجه إلى سوق محمود باشا، بس استوقفتني شغلة حبيت أشرح لكم إياها. تشوفون هذا المكان بيوك فاليدهان، هذا بي شغلة كانت موجودة قبل اللي هي قبة مطلة على القرن الذهبي، زين تدخل منها وتصعد بطريق بوقتها رحت، بس للأسف اكتشفت انه يتم اغلاقها لانه صارت قابلة انهيار. القبة هي هاي راح احط لكم صورتها شوفوها. ليش حبيت انوه عنها؟ لانه فيديوهات كلش هواية وبالذات الاجانب دين يشروها على الانستغرام، طبعا بدون ما يذكرون موقعها ولا وين هي، بس يعني منظر بانورامي بامتياز والصور بيها خرافيه، بس للاسف ما يذكرون انه هذا الموقع تم اغلاقه، فلذلك حبيت انوه عن هاي النقطه. منها تبدي محلات الحجاب والشالات. حسب ما اتذكر شارع كامل بس شالات وحجابات، طبعا اكو جمله اكو مفرد مثل هذا 20 ليره يعني شال بدولار 25 ليره، يعني تقريبا دولار ال 20 ليره دولار و 10 سنت 12 سنت، لانه ال 100 دولار اليوم 1825 ليرة حسب ما شفتها محلات الصيرفة. طبعا المحلات بهذا السوق كلهم يعني يتقبلون انه تتعامل وياهم بالسعر او تتفاصل، وبالنسبة لي اعتبره من ارخص اسواق الملابس اللي موجودة هنا باسطنبول. طبعا البعض راح يقول لي لا البازارات ارخص، صحيح، بس الجودة تلعب دور. يعني الملابس اللي تلقاها هنا ما راح تلقاها مثلا بازار اسينيور او افجيلار او يعني كل بازار اسطنبول، جودة الملابس تكون اقل من هاي الموجودة هنا.
صح هنا يستغلون بالاسعار انهم يشوفون واحد جاي سياحه، بس تقدر تعامل بالسعر. هي الأسعار بصورة عامة بدون استثناء صارت أغلى من قبل، حتى وإن دولار ارتفع. يعني الشغلة لما كان دولار بعشر ليرات مثلا، نعتبر الحاجة الفلانية كان سعرها 10 يعني دولار، من صار الدولار ب 18 هاي الحاجة ما صارت ب 18، لا صارت 26 27 28 29. ومن تجي تناقش يعني مثلا اشخاص يقول لك ديزل صعد والبنزين صعد والنقل، هي منطقي نوعا ما، بس يعني صراحة لا غلت. يعني اسطنبول مو مثل قبل، يعني من كنت تجيها قبل اشوفها ارخص من بغداد بهواية، بس لا. طبعا هواي ناس راح تقول لا وماكو هيك حكي وهاي، ليش؟ مثلا يقارنون لي الايجار، هو يقارن بيت كامل بالعراق فيلا اللي هي حتى لو كانت 100 متر زين، يجي يقارنها بشقه هنا وبشقه بمنطقه تعبانه مو منطقه راقيه، فهاي مو وجه مقارنه حتى تقول العراق ارخص، لا لازم المقارنه تكون يعني نفس المكان نفس النوعيه، ولو هو طبعا ماكو وجه للمقارنه بين العراق وهنا، لانه للاسف بالعراق احنا كخدمات عامه معدومه نهائيا، كهرباء مي ما الى ذلك، شوارع طرق مستشفيات، حتى كمدارس يعني اوكي اكو مدارس خاصه وغاليه ابتدائيه تلقاها بالسنه 5000 و6000 و7000 دولار، بس جوده التعليم متدنيه، لأنه السعر مو معيار. شوفوا هالمقلدة كلها مفروشات بشكير، هاي بالسوري 40 ليرة بشكير. بس حتى من شفنا مثلا شالب 20 ليرة اللي هو دولار وشوية، لا حد يقارده بغير مكان. الجودة أيضا لها دور، صح أنا ذكرت أن هناك جودة أحسن من غير أماكن كبازارات، بس أيضا ما يصير تقارنها يعني مثلا تقول أنا عندي بفلان بلد، لأن هنا أيضا موجودة سجالات شفتها 100 و150 ليرة وأكثر. ما شاء الله شوفوا الازدحام مو طبيعي. اني من احد يقح يمي او يعطس صراحه صاير شويه اخاف، لان كورونا كلش زايده الحالات، بس نزلت صارت 10000 باليوم، بس قبل فتره يمكن كانت 50000 باليوم، لانه قاموا يعلنون عنها كل اسبوع، كل اسبوع 300، كل 6 ايام والله، كل 6 ايام 360000 حاله، 365000 حاله، يعني باليوم 60000 حالة وأكثر. محلات الأثواب والأقمشة وما إلى ذلك. مرحبا. هاي هنا ايضا محلات اقمشه، وهذاك راح احط لكم موقع مالته كنقطه داله، هذا عباره عن مول بس ملابس اطفال وتجهيزات اطفال يعني حديثي الولاده، ابو زلوهان تلقوه بصندوق الوصف، واللي ما يعرف يستعمل تطبيق جوجل مابس
راح احط رابط الفيديو حتى يتعلم شلون يستخدمه، لانه للاسف واحشيها بالذات يعني اخواننا العراقيين من العراق ما يعرفون يستعملون هذا التطبيق اللي هو صار من ضروريات الحياة، لانه بالعراق يدوب بدا تفعيله عندنا والخرائط بداوا يعني ينشئوها ويكملوها. طبعا من هنا باتجاه السوق المصري ويمنونه فليجي هنا خلي عامل على السعر، الشغلة اللي بمية ممكن تاخذها بخمسين بستين سبعين يعني على حسب انت وسيطرتك. اخر نقطة احب اذكرها بجولة اليوم، شوفوا الجراند بازار و تشمبرلتاش وسوق محمود باشا سيركجي منونو السوق المصري، هذول مناطق اماكن واحد مربوط باللاخ. فانت مثلا اذا نزلت مثل ما انا بديت جولة اليوم من محطة بايزيت لا توقف، كملوا ولا تخاف وراح تتيه، ادخل وبتدخل تدخل بالافرع راح تشوف روحك تنتقل من مكان الى اخر. فهاي نقطة مهمة. طبعا اذا ما تستخدم جوجل ماب وما تعرف الطرق لا تخاف ما راح تتيه، ظل مستمر. ولهنا انتهت جولتنا، اتمنى يا ربي عجبتكم ونبقى بحلقات جديدة واماكن جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.